الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. متى يكون الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله كفرا أكبر؟ سؤال، فضل. إذا استحل ذلك كو إذا اعتقد أن حكم غير الله أفضل وأحسن من حكم الله، الله بهي صدح إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله بصمه هي أفر إذا جحد حكم الله حكم كلا يودفره بقى إلى هاي السداء مبو ورنبول مبو شرعينا ركاس أفر هاي شن إذا طعن في حكم الله وهدود دور حكم كلا أو عاية. طيب متى يكون الحكم أو التحاكم إلى غير شرع الله كفرا أصغرا؟ كرم كفر أصغر أي هاي أي ها ها أي ولكنه حكم بغير حكم الله وتحاكم إلى غير حكم الله لأجل الدنيا أو الهوى. هذا تصور صح ونكرتها الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شرع الله يكون كفرا أصغرا إذا كان لأجل الدنيا واتباع الهوى. دعنا وحكى الله سعون الدنيا وقيد صاوية لي الدنيا دون وقيد أما هو الرع وقيد مركو صاوية لي سوك إلهيه ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أي إذا أطلق الكفر في النصوص قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. أنا تاورت فهمت الكفر أما الكافر الدين النصوص تلقو الشيخو وعليه كرت كفر يقول الدين تلقى بحيين لو تشيدو حكا وعليه كرت كي راي دقن قالات كاين لو تشيدو ركواين له هلا باو ما جاء في الكهان أين كل شيء جنب السلدة وإلا هلا وح عدية كفر جاء آيات ما حديث كل شيء كوي هاي ما أكبر كم سواس قرك آيات كلافة سيرة حديث كلافة سيرة صحابة رضوان الله عليهم وصلاة فسيرة ومثلا سواء المسلم فسوق قتال وكفر كفر جاء سواء محي وأصغر حاول الدليلة مسلم كان لا لدق على ما كفر أصغرين وياي هاي دليل كشك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يجوا يسدل يا دنيا لا يمحو كشك مؤمنين فاصل بين أخويكم نولي كوي كلا يجو دجال كان كتيرين ولا له دين يهين بعض الشيء ولا التنمي دي إيمان ككدرته إنما المؤمنون أخوة فمن عفية له من أخي شيء فاتباع بالمعروف سقوا الدليل بعد الليل ولا لك إيمان باول عليه. طيب ومن لم يحكم أنزل الله فأولئكم الكافرون مركو يا عمل لأجل الدنيا واتباع الهوى إنه كفر أصغر أيهاي وصدى الغفة الصراع حلو الدليل شدي أيه؟ ها؟ تفسير الصحابة والتابعين عبد الله بن عباس بارد ليس بالكفر الذي تذهبون إليه كفر الله دون الإنسان ما هبول وكفر دون كفر يعني كفر أصغر كذلك سعيد بن جبير كذلك طاووس كذلك عطاء بأسانيد صحيح ساسي كفر السرين علماتنا وحي الشيقان إلا يراهضه
الحكم بغير ما أنزل الله وكفر أكبر أمر والبا وأصغر ما بان قضبا إن يتعقدت خوارجته. حالة صدحات ويالنا أيها الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شرع الله وأن يكون مضرا إلى التحاكم إلى غير شرع الله أن يكون حالة الشرك أكبر نغنين الشاقني وكفر أكبر أي حالة أصغر نغنين. حالة استحضار محي أن يكون مضرا إلى التحاكم إلى غير شرع الله ضرورة أجيسي وكما أرمي وهي شرع الله مدارين وحكم دونته ولا يصل إلى حقه إلا بذلك لا يصل إلى حق إلا بذلك ولا يتمكن من دفع الظلم عن نفسه إلا بذلك حقي سيسك لكم أقارك إنه محكمة دا قانوني قاد تقمو ياني ظلمي قانيس كما الدفاعي كرا محكمة دا قانون كحكومة سيني وتقمو ياني فلا إثم عليه في ذلك ما رضي الضرورة كانتي وحدن بيدوشي سماه وانا السماء انت عالم كوب بدن يبا دادك مسلمين انت لولك قالدة تشوغا حقا يحكم دورانا يعني وانكا هاي المحكمة دهاز سيحقو دولة عصدار اما الدول بيقى سيقى دفاعا ملايين انت مسلمين انت تشوغا لولك اسلام كي لغو حكومة بالقوانين الوضعية حقا يحكم دورانا يعني وانكا هاي المحاكم تاس هدو سيقفكو هيليو ومركي ضرورة كانت ويانتاس هدو هيليو ميالك لو حكم تقو وحق يسيو كل عصده أما الدلمي يوسكي قد دفاعه لا يجوز له التحاكم إلى من يحكم بغير شرع الله حالة الاختيار مركي طايم وما بنانا إنو حكم دونتو إذو حكو حكم يسوى حال شرع إلهي هاي دليلكم هو آيات كان صوت صعدة وهي آيات يا حديث بكل شيء بابك مصنفك رحمه الله تعالى الدليل الأول درس جي أفر يا فرتنات سشر يا فرتنات ها طيب والدرس جي شر يا فرتنات دليل الكوراد وقول الله تعالى إلى هؤلاء ألم ترى إلى الذين يزعمون مياند أجين ميان لقوة رمين الذين كوا يزعمون الشيغان أيها إيمان كود إلهي محوكا لغا الزعمي زعمي قصيدة غالب كواح الله استعماله ما يدعيه الإنسان كاذبا روح وقفك الشيكتو إصغوا بين الله عالم بان أهيبو ليه مراها مؤمن بان أهيبو ليه مراها أنهم يقوى آمنوا من الروميين بما شرعي أنزل إليك السودة شيئي وما كين إن الروميين أنزل السودة شيئي من قبل كاذب غورتا يريدون واحد دونيا أي يحبون ويرضون ويرضون وحيتعليهن والرالي كوين ويكو قنع سيهن أي تحاكموا إن يحكم دونتان إلى الطاغوت شرعي إلهي وحانا إنك كوحكو حكومي الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت هنا محلو قتشد الحاكم بغير ما أنزل الله شرعي إلهي مدارين كوحكو حكومي لو قتشد الطاغوت وحال بيسيدا يليان قد أمروا الأمري يكفروا بها يتبرأوا منه إلي كبري نقضان كاس ويديدان ويريد وحدون يا الشيطان جنسيك الشيطان كرا أشواء جنسية والشيطان ودنبا لو قتشيدا أن يضلهم إنو بادية إيو ضلالا بادية وبعيدا حق كفو إن بادية وكفو قادان حق هذا يقدر كان بودونية ويا هذا نوح الشيخ ود ليشان يا الحكم غير ما أنزل الله إنو يهي أو التحاكم إلى غير شرع الله إنو يحاران الكياد وإن قد تسيني صاح مقصود كنوع عاصة أن فيها أن التحاكم إلى غير شرع الله من صفات المنافقين وحكوش ارتاع يدى شرعي الهي وحانا ان لو حكم دونتا ان اي كمي تاي دغن كمنافقين
الآية في المنافقين بلا خلاف آية عدة كان ليس هو منافقين أن فيها أن التحاكم إلى غير شرع الله من صفات المنافقين. شرع الله ما يلان إلا حكم دونتا صفات كمنافقين تيني كم تهي أي آية الدليل تهي. وما كان صفة للمنافقين مذمومة وما كان صفة مذمومة للمنافقين هو محرم على المؤمنين. وما كان صفة مذمومة للمنافقين فهو محرم على المؤمنين. وحي صفة حنا ومنافقين تأليهن مؤمنين تحرم بكتر كم حيث هذا الدليل تهي أن التحاكم إلى غير الشرع الله محرم. شرع الله مدعنا إلا حكم دونتين حرام. فمن باب الأولى أن يكون الحكم بغير شرع الله محرما. هذه لا حكم دونتك وحكو حكومة وحن شرع الله حرام تاي إن لغو حكمانا وحرام ومثل ذي كهانا دوكرة فاليا الله تقو حلوي ديا وحرام وحان إسلامر كالدليل تاي فالنتون إن حرام تاي تنوى سيدي وكرة وحكرا يدي كتيرا رمك الله تصين إياه التحاكم إلى غير الشرع إلا إنه حرائي منها وحكم إذا الرماس أن الله سبحانه وتعالى جعل إيمانهم زعما إيمان كودي إلا يمحك لقي شاقش يزعمون زعما كاذبا غير حقيقي بسبب التحاكم إلى غير الشرع إلا وحكرا كتيرا وطاتو سينيا وعلاي شاقي أن التحاكم إلى غير شرع الله من إضلال الشيطان للإنسان. أن التحاكم إلى غير شرع الله من إضلال الشيطان للإنسان. شرع الإلهي ميلان إلا حكم دونتا إنه كم تهي اللومين تشيطان كإنسان كاللومينيهم ويريد الشيطان أن يضلهم دلالا بعيدا. وذكر الله في الآية أن الإنسان مأمور بالتبرؤ من التحاكم إلى الطاغوت. وذكر الله في الآية أن الإنسان مأمور بالتبرؤ من التحاكم إلى الطاغوت. وحكر إلى آية دو كل شيء قفك إنه كو أمري هاي إنه كبر إنه خضاء يتبرأ من التحاكم إلى الطاغوت. طاغوت إنه حكم دونته وقد أمروا أن يكفروا به. وكل ما أمر الإنسان بالتبرؤ منه فهو محرم. وحكس توقفك لدي كبر إنه قو كف قونه وحاران. فكل هذه الأمور تدل على أن التحاكم إلى غير شرع الله غير جائز. الرماس والله محيطه سنيا صفة المنافقين لقد قد إن قفك السداء يلا إيمان كيسي لقد قد زعما إلا أمر إنسان كو أن يتبرى من التحاكم إلى الطاغوت. إن أرنت على قد قد إن يتعي إضلال من الشيطان لمن الشيطان قفك لمنه. كل هذه الأمور دليل على أن التحاكم إلى غير شرع الله محرم. ومن باب الأولى أن يكون الحكم بغير الشرع الله محرما. تانا وحكسي مضانا وكسي أو ليسا شرع الله مضانا وحلقوا حكمين حرامتين. هذا تحاكم كايدا لغوشة يقول كي كفر أكبر كاها با سواء كي كفر أصغر كاها. التحاكم المذكور في هذه الآية هو التحاكم الذي يكون حكمه كفرا أكبر وكي كفر أكبر كاها. والدليل على ذلك قول الله تعالى يريدون أن يتحاكموا. يريدون هلك المحال وقت أن يحبون ويتعليم ويرضون رالب كيين أفك تشعل إلى شرع يسمى ذلك إلى حكم دونته رالين كوا وقف وحا وحكم دونان شرع الهي كفضلية كاكو قنع صنو كاز شرع الهي نكون لك سيئة ميسا. وهذا كافر بلا شك سنوى قال شكلان. الدليل الثاني وقوله تعالى الهي ويري سوى منافقين تكار ليا وإذا قيل مركر اللهم يقل قول هذا لا تفسد فسادين في الأرض الوكر قالوا حورانيان
إنما نحن نقوح ونهايون مسلحون كوو حاجاتين يوانا شيء الشدو دانا إلهي سبحانه وتعالى وابيني إلهي وحو الشيء إلي يهين مفسدين إلي يهين الإفساد في الأرض هو نوعان فساد كان نقول كده حس رجع سمي فساد حسي فساد لا تعبان كره كقتل النفوس وهدم البيوت إحراق البساتين والمزارع صدت كيل الله يجرين للدمية باري للجوع وفساد حسي وفساد معنوي هي فساد معنوي بمعنى لفهم كره لكن الله تعبان كريم هو الفساد في الأرض بالكفر الشرك والبدعة والمعصية نقولك واحد أجاتي إلى يكو أجاتي التوحيد يطاع يتباع وحيك سؤال كذا محمد قونا يا فساد في الأرض كامرك لا تفسد في الأرض محيرنا إنما نحن مصلحون ومنافقين إصلاح وما حي واحد العين واحد ندون إن ندت كيسوس ودوينا ندوننا وأن إصلاح دحدقنا مسلمين تهيئة قارضة وهذا كذب وجد دلالة الآية على مقصود الباب وحوي أن الآية في المنافقين هرتها آية عدة كان ليس هو منافقين ومن أعمالهم التي أخبر الله بأنها فساد منافقين تعماشوا ذي إلهي والشيقين فساد تهينا محاكم إذا من أعمالهم التي أخبر الله بأنها فساد في الأرض تحاكم إلى غير شرع الله أعماش منافقين فساد كإلهي وكل شيقين محاكم إذا تحاكم إلى غير شرع الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فساد قال أنه هي عموم كي سمحها وصيمانية التحاكم إلى غير شرع الله شرع الهي ميلانا ان لو حكم دونت دلت الايه على ان التحاكم الى غير شرع الله محرم لانه من الفساد المنهي عنه فساد كي ليس ديده ايو كميدي هي الدليل الثالث وقول الهي ولي ولا تفسد فسادنا في الارض لك بعد اصلاحها هاجنت دبدت وجد دلالة الآية على مقصود الباب ومحي أن فيها وعايدة كترتا النهي عن جميع صور الإفساد في الأرض النهي عن جميع صور الإفساد في الأرض فساد كنوعيدي صعودا أي آية جديد ولا تفسدوا وفعل مضارع ولا نهي كورس عموم فايدين يصار نكر هذا في سياق النهي إذا عدا بعموم يفيدسه وعكلك أنت إلا يدي لا تفعلوا فسادا في الأرض سأسيك أنت قلت كأن فيها النهي عن جميع صور الإفساد في الأرض ومنها صور الإفساد كانوا حكم إذا التحاكم إلى غير شرع الله شرع الإله ماذا نهين إلا حكم دونته فساد كإلهي نهيب وكمدي إلى غير شرع الله ففيها النهي عنه بطريق العموم وفيها النهي عنه بطريق العموم هذا حكو ترتد ديد ملا الديدي شرع إلهي مدانا إلا حكم دونته لكن لما عربابنا بطريق العموم بالقود ديده فساد كان للديدي أفراد ديس وكمدي هاي وهاس إمانيا كأن فيها النهي عن جميع الصور الإفساد في الأرض ومنها وحكم إذا الصور كانت تحاكم إلى غير شرع الله وفيها أيضا وحكتر النهي عنه تحاكم إلى غير شرع الله إلا الديدي وبطريق العموم لقد ديدي ولا تفسدوا داس أي لقد ديدي وهوص إمانية ولهذا أبو الشيخ بن العثيمين رحمه الله بل عبد الرحمن بن الحسن وجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي فلا صلاح له إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل المؤمنين ما أنت قوة الشيغانة يا أنت شرعي إلهي كتقين
إن وحك لدولك يكوها قاتشين أيان ومن المنافقين ومنافقين تي إلهي سبحانه وتعالى يقولي لا تفسدوا في الأرض إيري إنما قالوا إنما نحن مصلحون وكواس وكلا كوالا الديمقراطية بردو لكوها قاتشين أيان قوانين وضعية وشرعي إلهي كوري من إنسان كوها قاتشين أيان هؤلاء من جملة المنافقين. قال الشيخ ابن العثيمين أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح إلى شرعي سين الله حكم دونتا أيها جاتشنا وأن التحاكم إلى غيره هو الإفساد شرعي إلى ميدان الله حكم دونتانا وأقربتان يفساد. الدليل الرابع وقوله تعالى إلى هؤيري فحكم الجاهلية أي فحكم أهل الجاهلية والله ورنك راسدا جاهلية دتكيت حكم كودا ميي يبغون الدنيا أي يطلبون يا فحكم الجاهلية ما حكم كجاهل كل سن أي يبغون الدنيا الله بدو على قف سرك راه وحنا عام سن كارع كدم بانو شيدا فحكم الجاهلية فحكم المبني على الجهل حكم كجاهل كل سن أي يبغون أي يطلبون الدنيا وكل حكم مخالف لشرع الله ولحكم الله فهو حكم جاهلية الحكم المبني على جهل حكم كستو شرع الله خلاف سنة وحكم كل سن جاهلي ومن أحسن عد ونأكسن ما ترت من الله إلهي كون أكسن حكما حق حكمك لقوم يوقنون قوم يقينصن حكم كإلهي وناقص يعني حكم كإلهي مدوغ وناقصني متشره. طيب وجه دلالة الآية على مقصود الباب ومحي إليك الجاهلية ورين وصام الرأي والحالة التي كان عليها الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حالة ذاتك يكون شرين انتان إلهي رسولك صدر أن فيها تحريم الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله أن فيها تحريم الحكم والتحاكم إلى غير شرع الله وحكوش رتاع يدا حرمتما إلا حرمتما إن لغو حكما الله أما الله حكم دونته وحن شرع إلهي من ثلاثة وجوه صدح دين عبانا يدو إن قطو السلسة حكم كإلهي ميدانا إن لغو حكم دونته أما لغو حكما إن حارانتا هاي صدح دين عبانا قطو السلسة الأول وامحي وما فيها من الاستفهام التوبيخ الإنكاري ما فيها من الاستفهام التوبيخ الإنكاري ما فيها من الاستفهام التوبيخ الإنكاري واستفهامتا أفا حكما إلى أمساس وهمسة استفهامية استفهامتا سديد محن بارسا وحا السمايين وين لو حكم من شرع قلنا ما لو حكم دونته ديديس سلام مركا دلعين سعيد ساس سميس ما فيها من الاستفهام التوبيخي الإنكار التوبيخي طلبات وتسمية كل تسمية كل حكم يخالف حكم الله حكم جاهلية تسمية كل حكم يخالف حكم الله حكم جاهلية وما قعبست الله وما قعب حكم كستو حكم كإلهي خلاف سن جاهلية خرارة محين أصارق نوقع عيدة واحد كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم أو مذموم وحكستو جاهلية لو تيري ومحي ومذموم كتسمية كل حكم يخالف حكم الله حكم جاهلية تصدحات والإخبار بأنه لا أحد أحسن حكما من الله الإخبار بأنه لا أحد أحسن حكما من الله والشيء قصد الله الشيء حكم كإله سبحانه وتعالى متكون أكسنين أنكرين ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون
ما تشيري معنا هذا هاي صادق بالكين وهي حقوقه كيني دورا أفعل التفضيل كنوا في غير بابه يلا صعو وما إلا ليه هاي حكم كان كإلهي هاي نو ناكسي لكن كإلهي بكسي وناكس معنو الصدامة معنو حكم كإلهي أنبا وناكس ميت كلو وناكس ما بتش ربع أفعل التفضيل كان أحسن في غير بابها باب كيدي ميلان عن بيت الله مانت وزيادة مع المشاركة اللي قمت شيدو. الدليل الخامس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري لا يؤمن من رمين أحدكم متكين إيمانك واجب كالله إيمان متكين حتى يكون إلا النقض هواه أي ما تحب نفسه وتميل إليه هواه أي ما تحب نفسه وتميل إليه وحن نفتي سواء تشعش أيو إيلان إسرائيل الله ونقضه طبعا مد رعصا والدرس الصعدة لما جئت به وحن لئمي ومن شرائع الله وأحكامه إلى الشرعية دي سي أحكام تيس. قال النووي حديث صحيح وينبول النووي 40 كسيدا كويني رويناه ونوريني في كتاب الحجة بانكوريني الإسناد الصحيح كتاب الحجة وشيقي وكتاب قرأ كتاب الحجة على تارك المحجة ومؤلفه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي وهو كتاب يتضمن مسائل عقدية على أصول أهل الحديث والسنة كتاب عقيدة مسائل عقيدة وأصول شيء قواعد أهل السنة وافق صن يشيخ سكو قري كان شافعي المذهب رأي كتابك الحجة وشيقيان وواكاس علماء كانوا وريين سيدة ابن أبي العاصم وكلا في السنة ابن بطة في الإبارة الكبرى أبو القاسم الأسبهاني في الحجة في بيان المحجة والخطيب البغدادي في التاريخ بغداد البغوي في شرح السنة علماء بذبا وريين نووي صادر كيسو الصحيح بكل شيء وأشار ابن حجر إلى ثبوته ابن حجر روح إشارين والسقيين هذا الكن يبو صون قلي وحانوا الرجال وثقاتهم سيوطنوا وحلوا السناد وحسن سند كسوة حسن وهذا غير الصحيح بل الحديث ضعيف تصحيح آية تحسين كامل نصح معها حديثك ضعيف لأن في سنده نعيم بن حماد سند كسوة حكترة نعيم بن حماد وهو سيء الحفظ ضعيف الحديث أميد حفظ جيس الحمادي وإمام في السنة بوها البدعيات بوها تكاور الدين كري لكن سيء الحفظ بوها ضعيف الحديث وقد تفرد به ورينت حديث كان هو ألقوني نغضي والضرب في روايته سيابا يسخ الخلاف سنة وقوري الدرابة كل عاية هذا حديث كوا ضعيف ابن رجب باصفي عنه قال لي كتاب كيسة جامع العلوم والحكم وكوش الرحي 40 كنووي تطمضة لما يسترك يسقوا ليه لكن معنى الحديث هو صحيح سندا مو ضعيف يعني ومعناه صحيح معنيه هو صحيح لأن القرآن دل على ما دل عليه هذا الحديث الضعيف قرآن كو يحو تسيي ويحو تسيي حديث كان ضعيف كاي وقرآن كي وقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه وبسكو مدبع حديث كي يو آيده حق معنا إيمان كي كو أتشبه لما يؤمن
ilaa wixii ay isku qabtaan ay isku maan dhaafaan ee adiga ku keenaan si aad ugu kala xukunto. ومعنى الحديث ولهذا يقول سليمان بن عبد الله ومعناه صحيح قطعا وإن لم يصح إسناده وأصله في القرآن كثير حيب أصل كوا نقران كوا كوب بديك قوله تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وغير ذلك من الآيات فلا يضر عدم صحة إسناده معناه الشيخ يا مرد صحيح إن الربي ما يسمونه ودوا دلالة الحديث على مقصود الباب وامح أن فيه يحكو ترتا نفي الإيمان نفي الإيمان عمن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع الله أن فيه نفي الإيمان عمن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع الله في كل شيء أن فيه نفي الإيمان عمن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع الله وحديث كترتا إن إيمانك لو ديدو لدي إيمان ماله أما إيمانك سمد ما يسترنا قفك كو حكومة يا أما وحكم دونانا يا وحن شرع إلهي ولا ينفى الإيمان عن المرء ولا ينفى الإيمان عن المرء قفك إيمانك لقماء فيه إيمان ماله الله ما يرى هذا إلا لفعل محرم أو ترك واجب إنه حرام السمية أم واجب كتقيمه يعني ولا ينفى الإيمان لفعل مكروه أو ترك مستحب قفكوا إنه شأرين مكروه السمية ومستحب كتقيمه وقيد إيمان كاللوغ مديده وإيمان ما الله على ما يراه إيمان كاللوغ مديده هذا واجب كتقيمه حرام سمية ولا ينفى الإيمان عن المرء إيمان قفك اللوغ مديده إلا لفعل محرم أو ترك واجب فدل ذلك مرة ديك شرعي إلهي كحكمي وهي وحكى لك حكمي إيمانك اللو ديدي أرقاس وحوي نتسي على وجوب الحكم والتحاكم إلى شرع الله إنه واجب تاين وحلق حكمه لون حكم دونت شرعي إلهي على وجوب الحكم والتحاكم إلى شرع الله وتحريم الحكم أو التحاكم إلى غيره هي إلا حارة انتمين لغو حكم أما الله حكم دونته وحن شرعي إلى هاي المهم حديث كني إيمانك مكان في يؤدي إذي قفك وحن شرعي إلى هاي وحك حكمه إيمانك نقفك وحلقان فيها هدو حاران سميها مواجب كتوى أركان كان إيمانك لقاهم فيه محيطه سنسة إنه ده واجب كتغي واجب كاسو كحكم كي وحكم دون الشدة شرعي إله إنه حاران سمي حاران توصو إنه كحكم ما وحكم دونتي وحن شرعي إله أن فيه نفي الإيمان عمن يحكم أو يتحاكم إلى غير شرع الله ولا ينفى الإيمان عن المرء إلا لفعل محرم أو ترك واجب فدل ذلك أرنك سمحوت سيي على وجوب الحكم والتحاكم إلى شرع الله وتحريم الحكم أو التحاكم إلى غيره وأيهاي لا يؤمن أحدكم ما هو الإيمان المنفي عمن لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما حي إيمان كاللقاء فيه الودي دي كان يهودي سيدونستي سرع سنين
شرعي الإلهي محمد كسودجي. الإيمان المنفي في الحديث هو كمال الإيمان الواجب. إيمانك واجب كأمر ما يسترنوي. الإيمان المنفي في الحديث هو كمال الإيمان الواجب. إيمانك واجب كأمر ما يسترنا. كما قال عبد الرحمن بن الحسن، كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن الحسن في فتح المجيد. وقد يكون الإيمان المنفي في الحديث أسهل الإيمان، وحكى الله دعي كرته إيمانك الودي دي قف كان دونستيس وشرعي إلهي الرعصنين إنه نقد أسهل الإيمانك وقورما إذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أسهل الدين. وهذه قفك نفتي سؤالة شعلين وانا أبقي لنا هين أسل الدين كأوحي لقو إسلامي والتوحيد كابل كور. إذا لم يكن هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من التوحيد، إيمانك كالقاء فينا يمحون قنيا أسل الإيمان بمعنى مسلم بماها. وانا السيدة وحال المنافقين هواه بالقصر، أي ما تحبه نفسه وتميل إليه. الدليل السادس، قال الشعبي وحيري، شعبي وتابعي، كان بين رجل كان وحاها خصومة مرن، كان خصومة مرن با بين رجل كدحيين إن كان من المنافقين كمدة، يو رجل إن كان من اليهود يهود كمدة. فقال وحيري اليهودي تحاكم حين سلحكم تجينا إلى محمد، نبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف وحو يقين صدوق قرطي أنه نبي محمد لا يأخذ إنا رقادا الرش والتلالوشك عدالة وكوك الحكومة ضدك سلطك. وقال المنافقون وحولي تحاكم وحين وحكم تجينا إلى اليهود، وحكم كي يهود كفض لحكم كي نبي، لعلمه وأغانشا وأغا أنهم يهود يأخذون إني قاطن الرشوة لا لوش. هذا يسوي قرض الرهن لا لوش بحيود دوني. فاتفق واحد يسقوا فقين. ورجعت يسقوا فقرن وين على أن يأتي أنا وتجان كاهنا فعالية. فعالية سوى في جهين قبيلة جهين اللي راد يحجوجي. فيتحاكم إليه ويسقى يصلحكم تجان. وهرين وش يعني فعالية شو في الجاهلية؟ إن حكام الناس وقضاتهم إن هاين قضاتك على حكومة. فنزلت وحس ودك تأيدنا إلى ألم ترى إلى الذين يزعمون، معنى أنك إيمان شيئين إيه هدنا يلي يهودي نوجي وركي دنبانا فالية إنه محمد عليه الصلاة والسلام كل أحد إنه منافق يهي إيمانك سنة شيئا شون يهي آيات المامس. أثر كان مركز شعبي مع عزوينه صنف رحمه الله تعالى ومطيرين إتصوص عرتين الشيقين على كتابه كقرين مو الشيقين قصيدة ما خامس شيء كتابه كقرين وحوري أثر كان شعبي الطبري في تفسيره، حميد الجري الطبري في تفسيره، وسنده صحيح إلى الشعبي، سند كيس نوا صحيح ابن الجرير لقى بلاه إلى الشعبي لقى قاري هاي، لكن كورما أنت وحيك الضمبة هي حكم كيس حنا غنيا حنا غنيا استطلع حبيب تطبيقنا مرسل إلى الشعبي باقي قصة وقت النبي قد عدك ورمى وانا تابعي مبو قارب، ولكنه مرسل لأن الشعبية تابعي لم يدرك القصة، لكن حديث كوا مرسل وهي الشعبي قم ورين إياه وتابعي قصة وقت قد عدك مبو قارب. وجه دلالة الحديث على مقصود الباب نظام حي أن فيه وحكوت ارتاح حديثك
التصريح وكتل تعدين العديي أن التحاكم إلى غير شرع الله بأن التحاكم إلى غير شرع الله لو حكم دون توحى شرع الله يعيني إن أفعال الكفار والمنافقين إنه كم يدي أيضاً كقال هذا يوم المنافقين أن فيها التصريح بأن التحاكم إلى غير شرع الله إن أفعال الكفار والمنافقين والله بضنين أيوة قدام بين سكوا فقينا كاهن وتجان فعليه إيه نبي محمد وشوقه ميد يهودي بوها ومن الكفار إنه مرافق بوها كأيضا شرع جيلا هي إلا إلا قتقه وحن شرع جيلا إن لو حكم دونتا ورقة قالة إيوه منافقين حتى قفك مسلم كعقيد سواي ونكسنت هاي ضعف الإيمان وجيه أدو يدون إياه والراع اقتدى بهم وتشبه بهم يقع يقود ذي يقع ينسو كيسي وقد ذمهم الله بهذا أرن كائن الشرع إلى كتجين واي وحكم دونتين إذا شرع إلى كحكم هين إلى هو كده ليعي فدل أرن كاسوح تسيي على تحريم ذلك أرن تاسين حرانتي أرن تي تحاكم إلى غير شرع الله شرع إلى ميلا إن لو حكم دون تين حرمت وجوب التحاكم إلى شرع الله هي شرع إلى إن لو حكم دون تين تاي واجب صلما روح سواد قن قال وراء قن منافقين صلوا قبض على عين حد دليل تاي وحاي السبيان التحاكم إلى غير شرع الله إنه حرامي وحاي كسور كيبا شرع إلى إن لو حكم دون تين إنه واجب يح الدليل الصابع وقيل واحد الذي نزلت واحد كسوة دكتا يدني في رجلين لبنين لبدا منه اختصم الرين اسكو قبصدوكم ورمي فقال أحدهم متكود وحوري نترافعين نتحاكم وحن نحكم دوننا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر كيكا لوحوري إلى كعب من الأشرف وأنين كم إذا عظماء اليهود يهودي بكم إذا مركز ركدنا بكعب من الأشرف و واي ثم ترافعا وحيث لحكم تجان الى عمر عمر بن الخطاب فذكر له وحوش احدهما مدكود القصه قصه الاحمرتي وحرد وحانو كمرنا ارنتا وحانو نري مركا مدكيه وحرد نبيغا انو حكم تجنو مدكينا وحرد كعب بن الاشرف ويهوديه فقال وحر عمر للذي كي وحكولي لم يرضى أن كرى للنقون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحاكم إلى رسول الله رسول كلا إن الله حكم تكي أن كرى للنقون وحكولي أكذلك أرنكم السيدة للشيء يا با وهو سني قال وحر نعم ها فضربه بالسيف سيفتي بكل فتى عمر فقتله واندلي وهي أثر كان صنفكم الشيخين عدة ورسي أخرجه الواحدي في أسباب النزول أخرجه الواحدي في أسباب النزول الواحدي وحكو وريي كتاب كيسا أسباب نزولك حديث ضعيف كآذى وقوب بضنطي من طريق محمد بن صايب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس من طريق محمد بن صايب الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس والكلبي ومتروك الكلبي ومتروك انا حديث كيس ضعيف جدا وابو صالح هو ضعيف او كورنيه ولم يسمع من ابن عباس ابن عباس ما حكى مغل اذا صدع علو لي فيه الكلبي ومتروك فيه ابو صالح وضعيف فيه انقطاع بين ابي صالح وعبد الله ابن عباس ركوه ضعيف لكن سبب النزول كان صحي وحوي ابن عباس كان صحي الطبراني وكوري في المعجم الكبير وين يريد ابن عباس كان ابو برده الاسلمي كاهنا
أبو برد الأسلم إنتان إسلامين فالي وهانشري يقضي بين اليهود يهودنا ساك الحكم شري فيما يتنافرون إلى وحي ساق أولي مادان فتنافر إليه أناس من المسلمين طب المسلمين شاقان أيها أيها وحكم تقي ساق وفاليا فأنزل الله إلى وحسودتي ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وكان منافقين بها يعني إلى إيمان كودي محوكا لقي الزعمي شيخ شو ابن عباس مركوا له ناس من المسلمين وباعتبار ظاهرهم ومرك الله يا جماعة وحي موتش سنين ومنافقين تو كانوا معدودين في المسلمين مسلمين تا كتر سنين وحكامت مسلمين تأييل هاي كسب نزول كالطبراني وكوري في المعجم الكبير وأنصحي وقد صحح سنده شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول الصحيح المسند من أسباب النزول كأسباب النزول كصحيح وكا إلى يهود أبو برزة أبو برد الأسلمي ويهودي أو فاليا وحكم تنكرين مركي إذا مدد السلام إني مش هجانا يوم منافقين أي حكم تجان تنعيد إني يكون سودكت ويوجد دلالة هذا الأثر على مقصود الباب ومحي وما فيه من قتل عمر للذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلقوا الشيء قوى عمر إنه الدليبة كان حكم كالرسول ككرة علينا غن فهذا الدليل على أنه ارتكب فهذا الدليل على أنه ارتكب جرما عظيما تسمح الدليل تهاي إنه السمية الدنب وين واستوجب به القتل وكم تيستي قتل الدل قفك الله يرى هذا وركالي شريعة بينك الحكم تي ايديدة يرى هذا ماي قانون كي حير كان ربا ومنافك ايدي الدين تدنك على ايد دولة دانا ما شعبك وين يرى هذا توبت كين هدو توبت كين وين وين للدلوي كاس قال رحمه الله تعالى فيه مسائل باب كوحة كترة مسائل يعني فوائد الأولى تفسير آية النساء وما فيها يوحى يدى كترة من الإعانة كالمين قفك اللو كالمي اللوغو كالمي على فهم الطاغوت طاغوت كمعاني سينو فهمه خرين نقول صلى الله عليه وسلم طاغوت محل رابين ونري يا أو طاغوت كل مزين للباطل متك استوب باطل قدتك وقرحية كقوام حاكم إذا كل من يحكم بغير شرع الله متك استوب شرعي إلى أي وحان يحكم حكمي وطاغوت الثانية تفسير آية البقر وك الرؤساء والطواغيت أما طاغوت كدري شيخ المصنف كاهي حكي بغير ما أنزل الله كتاب ثلاثة الأصول كسينك سمر تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وفساد كالسمين كلام حكم إذا تحاكم إلى غير شرع الله وأنا تلو الديدي الثالث والتفسير آية العراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح ويدوا عام وإفساد كأيديدي سمح حكم إذا الحكم أو التحاكم إلى غير شرع الله الرابع والتفسير في حكم الجاهلية يبغون حكم كي شرعي لا خلاف سنة جاهلية لون نسبيي وأن الله إنكره بالاستفهام الإنكاري تاسنا عد سنة سين حاراني الخامسة ما قال الشعبي الشعبي وحوري في سبب نزول الآية الأولى آية دورة سبب تكسو دكتين السادس تفسير الإيمان الصادق والكاذب سلسة تفسيري إيمان كرنطة هي إيمان كبنتة إيمان كرنطة هو كقف ككوكعية نشرعي إلهي كحكومة ونحكم تبو كبنتة هنا هو ككينة سوغو إيمان شيغان يا عدنا إنو تشعلادو رالي كو نوقدو كو قنعو إنو كو حكومة ما حكم دونتا وحن شرع إلهي سابعة قصة عمر مع المنافق عمر نينكا منافقة قصة يعني رح مرتي الثامنة كون الإيمان إيمان كو عن شاوي يعني الإيمان الواجب بالوغة شيدا
الكامل إيمانك واجب كهذا ما يسكترنا لا يحصل مدانو حاصلا لأحد قفنا حتى يكون إلا النقد هواه الدونست النفتيس طبعا من رعصا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ورسولك حق إليك كاني وشرائعي وأحكام والله أعلم وأحكم بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.